باسم الآب والابن الروح القدس، الإله الواحد آمين. شخصية حيرت ناس كتيرة من المفسرين، والناس كتيرة قروا عنها، شخصية يهوذا في العهد القديم، وده يبقى الابن الرابع لأبونا يعقوب اللي هو يبقى أخو يوسف الصديق. كلكم عارفين طبعاً قصة إنه إخوات يوسف كانوا بيحقدوا عليه لأن أبو يعقوب كان بيحبه، جاب له القميص الملون وكان بيفضله عنهم، وكمان كان بيحب مع يوسف أخوه اللي هو من رحيل بنيامين. طبعاً إخواته محبوش يوسف خالص، فقرروا أن يرموه في البير، وجم شوية من الرحالة الإسماعيليين أخذوا يوسف ودفعوا لهم الفلوس، ويوسف بقى عبد، وزي ما أنتوا عارفين عند فوطيفار رئيس الشرط. مرات فوطيفار حاولت تعمل معاه الخطية فهرب، فوطيفار مسكه دخله السجن، وبعد فترة فرعون حلم يوسف فسر الحلم. ببساطة جدا يوسف بقى الرجل الثاني في المملكة. ايه قصة يهوذا؟ يعقوب عرف ان في قمح في مصر، وعرف ان في اكل كتير في مصر، فقرر انه يبعت ولاده قال لهم روحوا بقى هاتوا لنا اكل وهاتوا لنا قمح من مصر، احنا ما فكنا عن ما فيش، والارض بقى فيها جوع، زي طبعا ما فسر روح ربنا على لسان يوسف لفرعون ان في 7 سنين جوع، والجوع اشتد على الارض جدا. اخوات يوسف راحوا، بس سابوا اخوهم بنيامين الصغير مع يعقوب ابوهم. يوسف عرف اخواته، بس للاسف اخواته ما عرفوش يوسف. يوسف عمل مسرحيه جميله كلكم عارفينها، انه في البدايه بين لهم ان كنتوا جواسيس وجايين علشان تشوفوا احنا بنعمل ايه، وتكتشفوا الارض وخيرات الارض بتاعتنا في مصر. انتوا جواسيس، حبسهم 3 ايام، خد اخوهم شمعون وربطوا قصادهم عشان يبقى رهينه. في الاخر للاسف قال لهم ان ما كنتوش هتجيبوا بنيامين اشوفه قصاد عيني، انا مش هديلكم اكل تاني ومش هوديكم لابوكم تاني. خافوا جدا ورجعوا ليعقوب وقالوا له ده الملك هناك، هم طبعا مش عارفين هو يوسف. الملك هناك قال ان ما كنتش تجيب بنيامين معانا احنا كده مش هنقدر نروح نجيب اكل تاني، الراجل هيرفض يدينا او يساعدنا في الاكل. فعلا بعد يعني مناوشات كتيرة وبعد شد ورخي كتير، يعقوب وافق انه اخواته ياخدوه ليوسف. خدوا بنيامين في رحلة شقة، وبنيامين كان لسه ولد صغير، ويعقوب كان زعلان جدا ان بنيامين طبعا يعني هيمشي من قصاد عينيه ومن جنبه، لانه كان بيحب يوسف وبنيامين اكتر 2 في اخواته او في اولاده يعني. اول ما شاف يوسف بنيامين وحضنه وافتكر الايام الجميلة اللي كانت بينه وبين أخوه، فقرر يقول لهم خلاص كلكم تمشوا وأنا هاخد بنيامين عندي عبد، عشان أنا اللي لقيت عنده في الشوال بتاعه، لقيت الكاس بتاعي والطاس بتاعي اللي أنا باكل فيه، فأنا هخليه عندي. تخيلوا بقى شخصية يهوذا طلعت في الوقت ده في تكوين 44، وقف قدام يوسف وقال له أرجوك ما يحماش غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون، بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، بنيامين أنا ضمنته لأبويا وقلت له لو بنيامين مرجعش خد ولادي مكانه، لكن أبويا ممكن يموت. أقوى حوار حصل في تكوين 44 بين يهوذا ويوسف، أنا نفسي كل الخدام يقروه، وده منهج رائع جدا لإعداد الخدام. يهوذا كان خادم هايل، حتى قال له كده كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، إزاي أروح لأبويا والغلام مش معايا. مثل كده أو حط في ذهنك أنه يعقوب هو يمثل الله أو يمثل ربنا، يهوذا يمثل الخادم الجميل اللي بيحب الافتقاد، بنيامين يمثل الولد المجهول أو الشخص البعيد عن الكنيسة اللي محدش يعرفه. بالرغم من كده لكن وقف يدافع عن بنيامين ويدافع عن أبو يعقوب، لدرجة قال له خدني أنا مكان أخويا بنيامين، بس أوعى تنزل شيبة أبويا للجحيم، أبويا ممكن يموت فيها لو بنيامين مرجعش. بسبب يهوذا كانت عظة قوية جدا ليوسف، حتى يوسف أدار وشه زي ما قال الكتاب كده وبكى وقال لهم
أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا يوسف أخوكم بسبب كلمة يهوذا الجميلة. يهوذا ورنا شخصية الخادم الحقيقي اللي بيدور على الناس اللي بره، ومش هينفع يوقف قدام أبوه السماوي إلا والغلام معاه، إلا والشخص اللي بره ده معاه. أنا مش أناني، أنا بحب كمان الناس اللي بره تدخل الكنيسة، بحب أدوق الناس اللي أنا دقته من خير أبويا في السماء. أتعلم دايماً كده الفضيلة الجميلة بتاعت شخصية يهوذا، إنه شخص يحب يجذب الناس للسماء، وبالأخص الناس اللي بره الكنيسة. ربنا يبارك خدمتكم، ربنا يسندكم لإلهنا المجد الدائم أبدياً. آمين.